نروح لمعالجة ملف نادي الأنصار ووضع النادي، بداية مع بيان نادي الأنصار اللي كان صدر خلال الأسبوع، وكان اختصاره إعفاء مدير الفريق الأول سامي الشوم ومساعد المدرب مالك حسون من مهامهم، تنبيه الإداريين بالنادي لتلافي تكرر الخطأ يلي حصل بمباراة أمام الراسينج، وتكليف مدير النادي عباس حسن بمهام مدير الفريق الأول، وتشكيل لجنة مصغرة لوضع خطة لإعادة هيكلة جميع الأجهزة الفنية بالنادي. هيدا بيان نادي الأنصار، هالبيان رد عليه مدير الفريق الأول السابق سامي الشوم اللاعب طبعا اللي كلنا بنعرفه. سامي قال ما مختصره، أنا ما كنت متواجد بالمباراة لمتابعة مهامي كإداري الفريق لأسباب خاصة وبعلم وموافقة إدارة النادي ممثلة بمديرة، مش أنا وقعت على كشف المباراة، ومع هيك أنا بتحمل جزء من المسؤولية لجهة عدم التحري لمعرفة قانونية إشراك اللاعبين بشكل عام. أضاف سامي استدعاء اللاعب من فئة الناشئين تم للمشاركة بعلم مدير النادي والتنسيق معه، وتساءل عن سبب إيقافه عن مهامه كمدرب لفريق الأمال المنافس على البطولة. هيدا بالنسبة لسامي. أما الشيء اللي كان ملفت خلال الأسبوع الماضي فكان مواقف عبر عنها أمين سر نادي الأنصار صديق العزيز محمود الناطور من خلال صفحته على الفيسبوك، تابعوا معنا. طبعا حتى يكون معنا معطيات اكثر وننقل كل الصوره بحقيقتها، معنا عبر الهاتف رئيس نادي الانصار الاستاذ نبيل بدر. استاذ نبيل مساء الخير واهلا وسهلا فيك. اهلا انوار، اهلا وسهلا. تعليقك بالاول على كل اللي شفته. بدايه انا بدك نمتص الامور، بدنا نحكي على بدايه على موضوع اللاعبين الاجانب. هلا مصرح يغادر، هو اصلا كان مغادر بطلب منه شخصي، صحيح، قبل ما يعمل الفاول اللي اقترفه بمباراه النجمه، كان هو طالب انه يطير نهار الاربعاء هيدا، وهيك حيصير نهار الاربعاء ان شاء الله بالسلامه، وان شاء الله يكون له مستقبل كمان باهر. زلمه عطى الانصار قد ما فيه وباحلك الظروف وقت الى جانب الفريق، ونحن بنتمنى له مستقبل افضل مع فرق ثاني. فيما يتعلق بالمشكل اللي صار بهيدا الانصار من خلال الخطا اللي قام فيه الجهاز الاداري ووضع اسم لاعب على كشف النادي ما بحق له يكون من ضمن الفريق الاول. هذا الشيء اذا بدنا نجي نشتغل صح ما في حدا منه مسؤول. بدنا نشوف كيف بتوصل، كيف بيوصل اسم لاعب ما بحق له على كشف نادي الفريق الاول. بنحمل المسؤوليه، فتفضلنا اجتمعنا وقلنا حددوا المسؤوليات، بيقولوا الفريق مدير الفريق هو اللي بيجيب البطاقه وبسلمها وبسجل الكشف. نثاقب بوقتها انه الاستاذ سامي لارتباط اخر سلم البطاقه لحدا ثاني، وحدا ثاني كمان نزلها على الكشف، تحمل مسؤوليه كمان. يعني اول شيء ما في شيء اسمه انا ماني موجود سواء انا ما علي مسؤوليه. انت انطلبت منك وانت جبتها وانت سلمتها. سامي لاعب انصار وحيبقى معنا من ضمن التركيبه ان شاء الله بالسنه القادمه، ما معناتها ما بيحمل مسؤوليه. نحن قعدنا اجتمعنا ولقال لك ليش صار هيك؟ ليش يصير غلط؟ بصير غلط لما يكون في ضياع بالجهاز الاداري. ضياع الجهاز الاداري سببه من هيدي المشكله اللي صارت، سببها انه اعضاء الجهاز الاداري ما عندهم الوقت الكافي يعطوه للفريق. يعني استاذ ثاني عنده اشغاله قبل الظهر وبعد الظهر، واستاذ مالك عنده اشغاله قبل الظهر وبعد الظهر. هذا الشيء عم بخلي عليهم يصير ضغط اكبر، وما عم يقدر يعطي الوقت الكافي لفريق الانصار، وهذا خطا خائر ترجمه للضياع اللي واقع في الجهاز الاداري بالفريق. نحن ما عاقبناهم مثل ما بيقولوا انتقاما منهم، لا، نحن حملناهم مسؤوليه، ونحن وعدنا انه نحن بعد نهايه الدوري هيدا رح نحل الجهاز الفني لكل الفئات، رح نرجع نعمل تركيبه جديده بالتشاور اكيد مع المحبين النادي، نرجع نركب فريق تركيبه جديده باجهزه فنيه جديده، يمكن يكون مالك او يمكن يكون سامي موجود، بس ما ضروري يكون بنفس المنصب.
طيب هذا فيما يتعلق. لا أنا بدي أقف عند هالموضوع شوي وبنرجع بنروح للموضوع الثاني. تعليقا على كلامك أستاذ نبيل، وبصراحة وردنا كثير أسئلة من جمهور نادي الأنصار، وبالمناسبة وردني بيان اليوم من رابطة جمهور الأنصار بطريق جديدة، بس أنا بتحفظ عن إذاعته لأنه بصراحة ما تسلم لقلنا باليد، ما عرفنا مين بعته، وأن كان يعني في تفاصيل بتتعلق بالنادي فبعتذر منهم، وبتمنى مرة الجاي أنه يسلمونا إياه ويحكوا معنا لنعرف مين. بس أنا بدي أسألك، بس سامي ومالك مش متفرغين بالنادي؟ الكل ما عدا المدرب مش متفرغ، وإذا كان بدكم إياهم متفرغين أنتم كإدارة لازم تفرغوهم. بعدين قلت لنا أنه يمكن يكونوا السنة الجاي موجودين، طب ما هني يعني أنا ما بدي أحط حالي محامي دفاع عنهم، بس ظهروا بشبه طرد من النادي وهني أولاد النادي. أول شيء حسن، نحن تواصلنا معهم وبلغناهم أنه هني رح يصدر هالقرار، وبلغناهم أنه هني ما لهم مطلوبين، بس نحن عم نحملهم مسؤولية خطأ حصل. خطأ مثل هيدا ما بيسوى فريق الأنصار يوقع فيه. فريق مثل هيدا ربح بطولة الدوري 11 سنة عنده جينيس بوك، ما بيسوى انه يغلط غلط مثل هيدا. صرف النظر عن الخطأ المباشر اللي هو ادى لخسارة النقاط، انا الحمد لله احنا ما كنا عم ننافس، بس بنفس الوقت نحن ادينا خدمة لنادي واسأنا الى نادي اخر كمان هون في ضرر غير مباشر اصاب بعض الاندية. نحن بهمنا نشتغل صح، يلي بيخطئ نحاسبه، واللي بيعمل صح نزقف له ونشد على ايده. طيب ما فينا نقول والله دق بالنادي، طب ما انا بالنادي اذا غلطت، اذا انا غلطت بلاقي اداري يا اخي غلطه مثل هيدي، انا اول واحد بستعيد. طيب سؤال اخير عن هالنقطه استاذ نبيل، سؤال اخير عن هالموضوع تحديدا، حاسبتوا سامي ومالك؟ اكثريه جمهور الانصار عم بيقولوا انه انتم حاسبتوا النصف، نظرتوا الى نصف الخطا، النصف الثاني المخطئ كائنا من كان ما حاسبتوه. ما في خطا، في مسؤوليه بيتحملها اول شيء مدير الفريق باعتباره استلم البطاقه، هو بيقول سلمها وما كان موجود، طب مين في بجهاز الاداره تحت يستلمها منه؟ مين بيستلمها؟ مين بيسجل اللوائح؟ بيسجل اللوائح مساعد المدرب، لانه المدرب ما بيعرف يكتب عربي. خلينا نروح على الموضوع الثاني، خلينا نروح على الموضوع الثاني، في مشكل بنادي الانصار؟ ما بتصور، انا يعني انا عم بستغرب، عم بيقولوا لي انه استاذ محمود الناطور زعلان او شيء، بس انا ما انا بدي اخبرك شغله يمكن ما فينا نحكيها، بس صارت بالحقيقه بالجلسه اللي صارت هي الشهيره اللي طلع فيها البيان، اللي صاغ البيان اصلا هو الاستاذ محمود الناطور، واللي هو كان اكثر المتحمسين له، وهو اللي سمعه، وهو اللي حدد معنا المسؤوليات. يعني كنا عم نقول عمين المسؤوليه عفلان ولا عفلان، وكنا عم نمشي بتسلسل التسلسل الهرمي للجهاز الاداري. فنحن وقتها حددنا سامي ومالك، وهو كان موجود وهو قرر معنا، لبل هيك هو اللي صاغ البيان الشهير. كثير منيح، انا بدي اتمنى عليك اجوبه سريعه. انا بقول انه وقت بنكون انا جزء من مجلس اداره مؤسسه وبيصدر عنه قرار، انا حتى لو ما كنت موافق عليه لازم اكون جزء منه. محمود كونه امين سر النادي صاغ البيان، هل كان راض عما تضمنه البيان بامانه ايه او لا؟ طبعا ما في شيء بالانصار عنا، اذا واحد منه راضي فيه يقول منه راضي. شو طيب شو موقف محمود؟ واضح انه محمود سجل مواقف كثيرة عبر الفيسبوك، نحن أخذنا جزء منها، بس الجزء اللي عرضناه كافي ليقول أنه محمود عنده موقف. محمود معتكف، نزل على المباراة السبت مع النجمة بعد تدخلات واتصالات، وحسب ما أنا بعرف أنه اليوم في اتصالات لأنه تعوا نحل الإشكال. شو هالإشكال؟ شو المشكلة؟ حسن أنت معلومات اللي عندك منها صحيحة صراحة. لا معلوماتي صحيحة ومن مصادرها، ولك ما مصدر، ما انا المصدر هو المصدر، انا ما حدا اتصل فيه حتى يتصالح، وما زعلنا اصلا. يعني الفكره من اساسها ما موجوده. ثاني شيء هو حر، هو بحب انه يعني عنده طريقه معينه باظهار الواقع حاله، بيظهرها بطريقته على الفيسبوك بالطريقه اللي بيها بناسبه، بس الواقع غير هيك كليا، وانا ماني مختلف معه، وهو ما اذا اختلفت معه اكيد بصالحه، بس اذا ما اختلفت معه على شو بيصالحه؟ فهيك عم اقول لك ما في اتصالات معه لحتى نقعد، لانه احنا ما زعلانين. طيب بعدين نفس الموضوع بما يتعلق بمحمود الناطوري، ممكن هو عنده مثل ما قلت لك طريقه معينه باظهار رده فعل يمكن متاخره، يمكن هو كان بوقتها عاجبه، بعدين زي ما درسها براسه وكذا صارت ما عاجبه، بس فيما يتعلق بجلسه كانت الجلسه الموجود فيها كل اعضاء الهيئه الاداريه وما حدا اعترض، وهذا ما حدا اخذ القرار الا بالاتفاق، والبيان صيغ بالتوافق
وتركبت الكلمات كما يجب بالتوافق، ما حدا كان عم يحكي بميلي وحدا بميلي ثاني لا يعتكف. يعني مختصر الكلام ما في مشكل اداري بنادي الانصار اليوم. طيب. ابدا ابدا ابدا. سؤال اخير بس انا ما شفت شو عاملين على الفيسبوك لحتى محمود عم بتقول انه محمود منه حاطط صوره على الفيسبوك، شو هني؟ انا ما شفته، انا ماني على التي في سوري. منك على التي في يعني حاطط صور قدامى الانصار وفي اشارات واضحه، يعني حاطط غنيه الانصار الانصار القديمه، بعدين انا عندي معطياتي الخاصه بعيدا عن الفيسبوك يعني. على كل حال استاذ نبيل نقطه اخيره بتمنى تتقبلها، جمهور الانصار اتهم اداره الانصار علنا وعلى المدرج وبالاماكن العامه، وحقيقه بالبيان اللي اجاني قلت لك بتحفظ عن ذكره انه كان في علامات استفهام حول خيارات اتخذت بمباراة النجمة والأنصار، خيارات فنية وحول بعض الإداء. بصراحة عم بسألك إياها مثل ما هي، بتمنى أسمع جوابك الواضح على الموضوع. بما أنه نحن واضحين من الأول معك حسن، إذا كان هناك تلاعب أقله النتيجة تظهر هالشيء، بس نحن النتيجة اللي ظهرت بالنهاية نحن تعادلنا مع النجمة وأخذنا منه النقطتين، يعني اخذنا من طريق النجم نقطتين، يعني اذا كان هناك تلاعب على شو؟ عم نعطيهم نقطة؟ عشان بيرضوا بالنقطة، ما هن بهمهم ثلاث نقط كثير. يعني هذا واضح انه كلام التلاعب هو كلام غير ما له اساس من الصحة، لأنه نتيجة المباراة بتورجيك انه نحن حاربنا واخذنا نقطة من النجم. يمكن وما بدي فوت بالتفصيل، يمكن المدرب أخطأ، أنا ما كنت مع المدرب صراحة إنه يغير ثلاث لاعبين بنفس الوقت، وانا حاولت استفهم بس كانت الامور ما لقيت، يعني كان ادى يعني صار التبديل وما بقى في مجال نتراجع عنه، بس بالواقع نتيجه المباراه كمان برجع بقول لك بتبين للكل لكل الناس انه نحن لعبنا بشرفنا واخذنا نقطه من النجمه. بكل الاحوال استاذ نبيل في اي اضافه ثانيه على اي موضوع بهمك؟ ماشي، بس كلمه واحده ما يتعلق بقدام الانصار، بس لحتى للتاريخ والذكرى، يعني استاذ جمال طه والاستاذ بلال فراج اللي حاطين صورهم بس لحتى يتذكروا الكل، يمكن ما حدا بيعرف بجلسه اقالتهم الوحيد اللي وقف معهم اثنيناتهم هو انا الوحيد فقط، كان كل اباء الهي البريه مجتمعه وكان كان الكبار مش هلا مثل هلا، كنا الكبار كانت وكانت انا الوحيد وبيعرف بلال وبيعرف جمال وانا الوحيد بالبريه اللي رفض واعتكفت من وراها، بس انا ما بحب اطلع بالاعلام وصرح بينما الواقع بيكون غير شيء. بما يتعلق عدنان الشرقي، عدنان الشرقي هاي البيان اللي كنت بدي اقوله واصلك، لانه اللي عم تقولهم بالحرف هن اللي بالبيان، كانك عم ترد عليهم يعني. ايه عدنان الشرقي انا طلبت انه يكون هو على راس اللجنه الفنيه، وحتى انا كنت عضو باللجنه الفنيه، تخيل رئيس النادي بيكون عضو بيكون رئيس اللجنه الفنيه هو براس الجلسه، يعني رئيسي هو المباشر باللجنه الفنيه. في رئيس بيرضى هيك، انا رضيت لانه انا بدي احافظ على عدنان الشرقي عندي، عدنان الشرقي لسبب ما اختلف مع المدرب العراقي او المدير الفني العراقي انسحب من الموضوع وهذا حقه، لا. بس انا من الناس اللي كثير بحافظوا على الطقم القديم مثل ما بسموه هن، هن تاريخ الانصار وانا عم حافظ عليه. شكرا استاذ نبيل بدر رئيس نادي الانصار، بس بحب اكد لكل الجمهور انه كل الاسئله اللي سالناها خصوصا عن موضوع وجود خلافات هي من مصادر من داخل مجلس اداره نادي الانصار مش من عنا، وبناء على اتصالات من كثير من الجمهور انه في مشاكل استقصينا وطرحنا هالاسئله، بتمنى ما يظهر بالفتره المقبله شيء عكس هالكلام، وبتمنى يكون كلام استاذ نبيل صحيح ويكون نادي الانصار ماشي على سكه صحيحه. اما موضوع مباراه النجمي والانصار فنحن لم نسال الا ما سالوا الجمهور، وليس لدينا اي دليل او اي اثبات على شيء، وطبعا هذا الكلام لا يطال نادي النجمي من اي جهه من الجهات، بالعكس هو خارج الموضوع تماما فقط للإيضاح.